دخلنا بيتنا التاني اللي ممكن انا اجي انا وكل ولادي وانا حاسه بكل امان وانا قاعده مع فريق العيله. ودايما بقول ان المكان هنا بجد ومن دون مجامله هو بالنسبه لي المدينه الفاضله، اللي هو انا ممكن اقعد مع اولادي هنا وابقى مطمنه عليهم من اي كلمه من اي لفظ، ما فيش حد هيقولهم اي حاجه. المكان هنا وكلمات الاغاني اللي احنا بنقولها مع بعض واحساسنا احساسي بحب كل حد من الناس اللي موجوده، وقد ايه انا بحبهم وبحس ان هم بيحبوا كل فرد فينا بيسالوا علينا. أمكن نادر القائد اللي هو انا ممكن اقول بحس ان هو بالنسبه لي حاجه كبيره وحاجه حلوه جدا. كل الناس هنا بتحبه انا بحبه جدا. المكان ما ينفعش يتقال عنه جمل قصيره لان احساسي بيه جمل كبيره. زي ما قلت ان انا فخوره ان هم واقفين معايا في حلمي في المؤسسه بتاعتي، بقدم من خلالهم. انا قدمت هنا حفلات في اركان باولادي وعروض خاصه بيهم وحضرتك اكيد هتشوفينا، واتمنى تقولي لي رايك في العروض. انا بنصح كل حد ان هو يجي المكان ده بمنتهى الامان، مكان بعيد عن العصبيه، مكان فيه سلام نفسي. يعني اكيد كلنا بنبحث عن السلام النفسي، بجد بنلاقي الامان هنا وبنيجي بحاله نفسيه سيئه وبنخرج بحاله روحانيه حلوه جدا. بحييهم على اختيار الكلمات اللي احنا بنقولها لان هي فعلا بتاخدنا زي ما قالت دنيانا للسما. انا ده نفس احساسي. بتمنى لهم كل الخير، بتمنى لكل الناس تسمع رسالتهم. الناس دي رسالتهم حب، رسالتهم سلام، رسالتنا. بما اني فخوره جدا I'm so proud to be here. انا مبسوطه جدا ان انا موجوده هنا وفخوره جدا بوجودي مع الناس الحلوه قوي دي. هو ده الاديان الحقيقيه بتقول ان احنا كلنا بشر زينا زي بعض وبنحب بعض. فانا هنا بمثل باسم ديني ان انا واقفه في المكان ده، وفخوره ان انا واقفه هنا، فخوره ان انا جزء من الفريق الرائع ده. انا بس بتكلم من كل قلبي وبقدم رساله دي لاولادي عشان يعرفوا ان انا فعلا عشان بحبهم جبتهم مكان امان زي هنا.